الأوقات. احتفل مترو موسكو بالذكرى 75 لإنشائه، وهي ذكرى تدشين أول خط للمترو من محطة سوخولينكي إلى محطة كولتوري. وكشفت السلطات الخاصة بمترو موسكو النقاب عن أقدم قطار استخدم في المترو، وعملت المصابيح والمقاعد ذات الطراز القديم على تذكير المسافرين بالعقود الأولى من تاريخ مترو موسكو. وقد افتتح مترو موسكو للمرة الأولى عام 1935، ويقول المسافرون إنه لم تجري تغييرات كبيرة على التصاميم الداخلية في القطارات الخاصة بالمترو، وأقيمت جولة بأحد القطارات القديمة التي يرجع تاريخها إلى عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتألف نظام مترو موسكو الحديث من 180 محطة تحتوي على 12 خطا ولمسافة تتجاوز 298 كيلومترا يستخدمها ملايين المسافرين يوميا. تجمع آلاف الأستراليين في خليج سيدني للترحيب بجيسيكا واتسون الشابة التي نجحت في الإبحار المنفرد حول العالم. وتعتبر جيسيكا البالغة من العمر 16 عاما أصغر شخص يتمكن من الدوران المنفرد حول العالم بحرا دون مساعدة. رغم التعب والإعياء الظاهر عليهم، إلا أن راكبي الدراجات المشاركين في حدث جولة إفريقيا بالدراجات وقفوا ليأخذوا الصور التذكارية على ساحل سادلسور في كيب تاون الجنوب إفريقية بعد انتهاء رحلتهم الماراثونية التي انطلقت من القاهرة وانتهت في كيب تاون. وشارك في هذا الحدث السنوي 60 متسابقا من مختلف أنحاء العالم، وسافر هؤلاء لمسافة 12,000 كيلومتر على الدراجات الهوائية، عبروا خلالها 10 دول، ويعد هذا الحدث الأطول والأصعب الخاص بالدراجات في العالم. يقول علماء الجيولوجيا في أيسلندا إن نشاط بركان إيافيالاكول يمكن أن يزداد في الأيام القادمة بعد أن أشرت أجهزتهم الخاصة بقياس البراكين نشاطا متزايدا داخل البركان. وأخذت ترتفع سحب الرماد من جديد بعد أن كانت قد هدأت في الأيام الماضية، ووصل ارتفاع الرماد البركاني إلى 6 كيلومترات، وأمكن مشاهدته على مسافة 140 كيلومترا في العاصمة ريكيافيك. وأثارت هذه التوقعات مخاوف المسافرين وشركات الملاحة الجوية الطيران على حد سواء، بعد أن خسرت تلك الشركات مئات الملايين بسبب الرماد البركاني. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نرحب بجميع الذين انضموا الآن لمتابعتنا في هذا المشوار الصباحي. الكوفية الفلسطينية بلونيها الأبيض والأسود كانت في الماضي تعكس بساطة الحياة الفلاحية في قرى فلسطين بعيدا عن ألوان حياة المدنية أو المدينة المتباينة والمغتربة عن بعضها. تحولت فيما بعد مشاهدينا الكوفية الفلسطينية إلى رمز للكفاح ضد الانتداب البريطاني والمهاجرين اليهود وعصاباتهم، وبقيت الكوفية رمز الثورة حتى يومنا هذا مرورا بكل محطات النضال الشعبي الفلسطيني. أما الآن فنلاحظ مشاهدينا أن الكوفية تجاوزت كل الحدود الجغرافية وأصبحت رمزا للنضال الوطني والاجتماعي عند كل شعوب وكل أحرار العالم. واحتفاء بهذا الرمز، قامت مجموعة من الشباب الفلسطينيين في بيروت بإنجاز عمل فني رائع باستخدام الكوفية والدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية. تفاصيل أكثر عن هذا الإنجاز في التقرير التالي. دخل الوشاح الفلسطيني الذي يعرف باسم الكوفية موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية عندما قام عدد من اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان
بصناعة السلسلة الأطول من الأوشحة لتشكل وشاحا عملاقا، وذلك في ملعب بيروت بمناسبة الذكرى 62 للنكبة. وقد أطلق على هذا الحدث المميز الحملة رقم 194. هي الفكرة انطلقت من حملة حماية حق العوي، حملة مستقلة بتركز بشكل أساسي جهودها على حماية قرار حق العودة الصادر عن الأمم المتحدة ومنع مساهم بمنع أي محاولات تستهدف تمييع الحيثيات القانونية بتاعته أو أي ورفض أي حلول سياسية خارج إطار حق العودة. هلأ إحنا قلنا بمناسبة ذكرى يوم النكبة كتير مصرين هاي السنة نسلط الضوء على قرار 194 ليكون يبرز قضية اللاجئين العادلة ويبرز إصرار الفلسطينيين على العودة. وقد أخذت الحملة رقم 194 اسمها من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 194 والذي يدعو إلى عودة اللاجئين، وتم وضع 6552 وشاحا على شكل الرقم 194 في ملعب بيروت. وقد أكد مسؤول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية جاك بروكباناك رسميا تسجيل الفلسطينيين لأكبر وشاح في العالم. طول الكوفيات الموصلين ببعض بلغ 6552 متر و59 طن. ويعيش ما يقرب من 5 ملايين لاجئ فلسطيني وأولادهم في مخيمات داخل لبنان وسوريا والأردن والأراضي المحتلة في الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة. ويقول الفلسطينيون أن الزعماء الصهاينة أمروا بإجراء تطهير عرقي منظم لتهيئة الطريق أمام قيام الدولة اليهودية العنصرية، وكانت النتيجة أنه من أصل 1.5 مليون فلسطيني من الذين عاشوا في فلسطين عام 47 900,000 تم تهجير أكثر من 700,000 منهم من منازلهم في عام 1948. ورغم أن إسرائيل تعارض بشدة عودة اللاجئين إلى موطنهم ومنازلهم الأصلية، إلا أن الفلسطينيين يؤكدون على حق العودة ويعتبرونه حق لا رجعة عنه. مشاهدينا ننتقل إلى فاصل ومن ثم نواصل جولتنا الصباحية، فابقوا معنا.